شاهين ده المغربي او شاهين ده كولينا، اول حكمه مصريه بتحصل على شهاده التحكيم من الاتحاد الدولي لكره القدم. هي بتحكم على فكره في دوري الناشئين المصري. تعالوا نشوف. شاهين ده المغربي او شاهين ده كولينا كما تلقب في الاوساط الكرويه، بدا حبها للكره المستديره منذ ان كانت في الرابعه عشره من عمرها. خاضت مشوارها الكروي في العديد من الانديه السكندريه ومنها الى انديه القاهره، حتى قادها تالقها للانضمام الى صفوف منتخب مصر للسيدات. بلعب كره من عندي 14 سنه، ابتديت في نادي سموحه، لعبت فيها 6 سنين. سموحه فركشت البنات، رحت مصر مقصه، من مصر مقصه رحت الطيران ورحت منتخب مصر، فنهيت يعني في نادي الطيران. كنت حابه اكمل التحكيم، كنت حابه اكمل الكره فروحت مجال التحكيم. لم تنتهي قصه شاهندة باللعب وعشقها للكره فحسب، بل احترفت مجالا لا يتجزأ من كره القدم، ولكن هذه المره كحكم وليس لاعب. خاضت شاهندة التجربه كحكم ساحه منذ 7 سنوات الى ان حصلت العام الماضي على شاره التحكيم الدوليه من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. هنا في اسكندريه خلاص الفرقه كلها عرفتني الحمد لله، فما بواجهش دلوقتي صعوبات زي الاول. اول ما ابتديت كانت الصعوبات كلها موجودة، أنا لسه مبتدية وكنت أنا حابة أكون حكم صفارة مش مساعد، فكله كان يشوفني أول مرة كده كانت المسألة غريبة. فماتش مع التاني ابتدوا يعرفوني، فالحمد لله عملت اسم لنفسي في اسكندرية، مبقاش بتواجهني صعوبات يعني زي الأول. وعلى الصعوبات التي واجهتها كولينا في رحلتها كأنثى مصرية مع لعبة مثل كرة القدم، كان لأسرتها الدور الأبرز في تخطي كل الصعاب منذ طفولتها. دور عيلتي طبعا هم اللي مخليني لحد دلوقتي أنا واقفة على رجلي، مساعديني على وجودي في مجال الكرة، ومساعديني في وجودي ان اكمل في التحكيم، وان اكمل ان شاء الله ربنا يكرمني وحكم في افريقيا وحكم في كاس العالم ان شاء الله ربنا. طموحات شاهندة لم تتوقف عند تحكيم مباريات للسيدات فحسب، بل كونها حكما دوليا اتيح لها التحكيم لمباريات شباب والدورات المهمه وبعض البطولات للفتيان والشباب. حلمي ان شاء الله زي ما اقول لحضرتك كده ان احكم خارج مصر في الماتشات الافريقيه، ربنا يكرمني يعني الفترة الجاية وأكون حاجة كويسة يعني أشرف بيها مصر. أحب أقول لكل العائلات طبعا إن هم يشجعوا أولادهم وبناتهم على ممارسة الرياضة، خاصة يعني كرة القدم للبنت أنا شايفة إن هي حاجة كويسة وحاجة مميزة، بالعكس هي مش حاجة سيئة خالص. لا، طول ما البنت صاحبة الشخصية ده حقها إن هي تعمل أي حاجة في المجال، حقها تلعب كرة قدم، حقها تحكم كرة قدم، مفيش اختلاف بين الولد والبنت دلوقتي. ونظرا للشبه بينها وبين الإيطالي الشهير كولينا، لقبت شاهندة المغربي بشاهندة كولينا، فهل سيكون لها نصيب من لقبها في عالم التحكيم العالمي؟